لمناقشة رسالة طالبة هاجر محمود محمد محمد علي هيئة قومية للاستشعار بالبعد للحصول على درجة الماجستير في العلوم والبيئة المائية. اسم الرسالة اللي هو استخدام تقنيات الاستشعار بالبعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعظيم العائد الاقتصادي من بحيرتي البرولوس والمنزلة بمصر. ولكن الرسالة كلها ركزت في بحيرة المنزلة، فعشان كده هاجر بيتكلم على المنزلة وحيحدث في توصية من لجنة المناقشة لتحديد العنوان إلى بحيرة المنزلة. فلتتفضل الطالبة هاجر لتدينا في ربع ساعة أو ثلث ساعة ملخص على techniques and geographic information system to maximize the economic return of Manzala Lake Egypt. استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية لتعظيم العائد الاقتصادي من بحيرة المنزلة مصر، مقدمة من الطالبة هاجر محمد محمد علي تحت إشراف أستاذ الدكتور مجدي توفيق خليل أستاذ البيئة المائية قسم الإعلام والحيوان بجامعة عين شمس، أستاذ الدكتور محمود حسين أحمد أستاذ البيئة البحرية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد، الدكتور سامح بكر السيد الكفراوي الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البعد والقائم بعمل رئيس قسم النبذة على رسالة هتحتوي contents introduction and objectives and methodology result discussion and finally conclusion and then recommendation. في البداية مصر تمتلك حوالي 10 بحيرات، أهمها البحيرات الشمالية اللي هي تعتبر مصدر مهم لمجموعة من الأسماك الاقتصادية نتيجة لضحالة المياه وهبوط حركة المياه فيها بالإضافة إلى خصوبتهم. ونظرا لتباين الملوحة لوجود مناطق قريبة من سطح البحر ومناطق أخرى بعيدة عن مستوى أو ساحل البحر المتوسط، فإن التنوع البيولوجي بيكون كبير نسبيا. البحيرات الشمالية متمثلة في البردويل اللي في منزلة البرولوس إيكو ماريو. بحيرة المنزلة هي أكبر وأهم بحيرات مصر الشمالية، بيحدها من الشرق قناة السويس ومن الغرب نهر النيل ومن الشمال البحر المتوسط، وتطل على أربع محافظات كبرى هي الشرقية والتقاطلية ومن الشمال دمياط وبورسعيد. إنتاج بحيرة المنزلة وصل إلى 35% نتيجة إحصائيات، و 35% بالنسبة لبحيرات مصر الشمالية لإحصائيات هيئة الثروة السمكية سنة 2010، بينما كان سنة 1970 حوالي 50% من مجمل الإنتاج السمكي لمصر. التدخلات البشرية ونتيجة الاستغلال هو الصحة على الرشيد بهذه المواد من دخول مصارف الصرف الصحي والزراعي الصناعي الشق الترع والطرق بيؤثر بتأثير مباشر على بيئة مياه البحيرة وبالتالي على جودة المياه فيها. استخدام التقنيات الحديثة بيكون مهم لعمل قواعد بيانات ويقدر يدينا اداره جيده لهذه الموارد، لذلك استخدمنا الريموت سينسينج والجي اي اس لمعامله البيانات المعمليه المستخدمه وانتاجها في هيئه خرائط يستطيع متخذ القرار الاستفاده منها. الريموت سينسينج هو التعرف على الاجسام بدون ملامستها، يعني الريموت سينسينج سريعا. الجي اي اس هو يستخدم لتحليل وتخزين معارض البيانات الجغرافية. هدف الرسالة هو تعظيم العائد الاقتصادي ببحيرة المنزلة، وعلشان نعظم العائد الاقتصادي أو الإنتاج بدأنا ندرس ونعمل مابنج للووتر كواليتي سنة 2003 و2011 ومونيتورينج أو رصد للتغيرات الزمنية ودراسة لدرجات حرارة السطح والمؤشر البطاء النباتي. بالنسبة للميثودولوجي، أول حاجة هنتكلم فيها هي صور الأقمار الصناعية المستخدمة، والحقيقة استخدمنا كذا نوع من السنسور هيتم شرحهم فيما بعد. الشغل المعملي أو الليبراتوري وورك سنة تم الحصول على بيانات لسنة 2003-2011 وعمل رحلة حقلية سنة 2012 لتأكيد بيانات سنة 2011 المستخدمة.
بالنسبة للسوفت وير اللي استخدمت في الاستشعار برامج الاستشعار برنامج الـ NV برنامج الـ RGIS. صور الأقمار الصناعية هنا بنلاحظ مكتوب نوع السنسور والباسفور والمدار بتاع القمر والتاريخ بتاع كل صورة. استخدمنا تواريخ زمنية قديمة مع التواريخ الزمنية الحديثة علشان نقدر نشوف الفروق الزمنية اللي حصلت في هذه الأقمار. الجرافيك وورك ابتدينا نختار عدد من الووتر كواليتي بارامتر اللي بتأثر بشكل مباشر على بيئة الكائن الحي، وكان من أهمها التمبريتشر، البي اتش السلامتي، الديزولفد أكسجين، البيولوجيكال أكسجين ديمان، التوتال فوسفرس، التوتال نيتروجين، وآخر حاجة هي الكلوروفيل اللي تم أخذ العينات منها. النقاط اللي باللون الأسود هي نقاط سنة 2003 ونقاط باللون الأحمر هي سنة 2011. هذه النقاط العينات مربوطة بموقع كل عينة بالسطح على بالموقع على سطح الأرض. بالنسبة للأجهزة المستخدمة، جهاز GPS جهاز تحديد الموقع الجغرافي بيبدأ يسجل مع وقت أخذ العينة من المية، بيبدأ يسجل الـ X والـ Y بتاعة كل عينة. الووتر كواليتي جهاز تحديد جودة المياه، وهو متصل بجهاز كمبيوتر يبدأ يسجل البيانات اللي بيتم أخذها في الحالة. بالنسبة للإيكو ساوندر هو جهاز قياس الأعماق. النتائج والمناقشة، أول حاجة رصد التغيرات الزمنية وكانت لحاجتين، أول حاجة هي حدود البحيرة ومساحة المسطح المائي. بالنسبة لحدود البحيرة اشتغلنا على سنة 1987 وسنة 2011، سنة 87 على الشمال و2011 على اليمين. الفرق أو الديفرنس في المساحة الكلية للبحيرة كان ادانا 644.2 كيلو متر مربع خلال 23 سنة. هذا التنقص في مساحة البحيرة بالطبع بيأثر على الإنتاجية نتيجة سياسات التجفيف والرجم واستصلاح الأراضي بشق الترع والفنادق. استخدمنا تكنيك الـ Normalized Difference Water Index، وهو لمعرفة المسطح المائي الخاص بالبحيرة، لأنه بيقدر يفصل المية عن أي تكوين تاني سواء أرض أو نباتات. استخدمناه سنة 1987 وسنة 2000. الديفرنس أو الفرق كان 103 كيلو متر مربع خلال 13 سنة. مساحة المسطح المائي، تغيير في مساحة المسطح المائي ونقصان بيؤدي إلى نقص في الإنتاجية بالطبع. ما بين الووتر كواليتي لسنة 2003 و 2011، معالجة صورة القمر الصناعي باستخدام البرنسبل كومبوننت اللي بيدينا مور كولر في الكومبوزيت ايمج، توضح لنا هنا تدرج في الالوان، تدرج في الالوان اللي بالتالي في الريموت سينسينج تدرج الالوان معناه اختلاف في البيئه المكونه لهذه البحيره. بدل ما ندرس الووتر كواليتي من خلال معامله البيانات المعمليه وادخالها على برنامج الـ RGIS ليتم إفراجها في صورة خرائط تكون سهلة في الاستخدام لمتخذي القرار. وأيضا نستطيع مقارنة كل بارامتر بالسنة القديمة، ونستطيع مقارنة مجموعة من البارامترز ببعضها. في البداية التمبريتشر، بنجد إن التمبريتشر في سنة 2003 كان ارتفاع درجة الحرارة في الجنوب وأقل درجة حرارة كانت في الشمال، بينما في 2011 كانت أعلى درجات حرارة في الجزء الغربي وأقلها في الجزء الشرقي. النتائج متشابهة مع التوتال فوسفرس، وجوده في زيادة في 2003 في المنطقة الشرقية ويقل في المنطقة الغربية في سنة 2003، لكن سنة 2011 بيزيد في المنطقة الغربية وبيقل في المنطقة الجنوبية أو جنوب الشرق. تم تفسير ذلك إن منطقة
المنطقة الغربية بدأت تستوعب كمية كبيرة من الصرف الزراعي اللي بالتالي يرفع من تركيز التوتال فوسفرس وبالتالي يرفع درجات الحرارة. الهيدروجين ايون والسلامتي، بالنسبة للبص الهيدروجين والملوحة وجد أن النتيجة متشابهة، وجودهم في المناطق اللي هي قريبة من سطح البحر بتزيد بالطبع الملوحة وبالتالي البي اتش تكون أعلى فاليو أو أعلى قيمة ويقل كلما اتجهنا اتجاه الجنب. التوتال نيتروجين والكلوروفيل، التوتال نيتروجين كما هو معروف بيجي من الصرف الزراعي والصرف الصحي، والتوتال نيتروجين بيؤدي إلى إن النباتات تقدر تستخدمه في تحويل الصرب الغير عضوية إلى صورة عضوية يستفيد منها الكائن الحي. فوجود التوتال نيتروجين في 2003 و 2011 في الجزء الشرقي يمثله وجود الكلوروفيل أيضا في الجزء الشرقي للبحيرة، ونعتبر ان هو كده قسم البحيره الجزء يكون فيه تركيز التوتال نيتروجين اكتر من الجزء المقابل ليه. بالنسبه للديزولف الاكسجين، الديزولف الاكسجين وجوده بيتطلب وجود او بيقترن وجوده بوجود التلوث. في سنه 2011 ترصدت النتائج ان بدا وجود الديزولف الاكسجين تركيزه يكون عالي اتجاه منطقة بوغاز الجميل، حيث أن هذه المنطقة أصبحت فيها توسع عمراني ونشاط سياحي ونشاط سير. هذا التأثير يؤثر في ارتفاع نسبة التزور الأسرة. استخدمنا بيانات النوع النورماليزد ديفرنس النورماليزد ديفرنس فيجيتيشن اندكس، وهو مؤشر للغطاء النباتي. بدات تدينا نوع تدينا خرائط للام دي في اي اللي بتقدر نعمل منها مابل للكلوروفيل، لانه بيكون سنسيتيف للجرين فيجيتيشن وبالتالي وجود الفايتوبلانكتون وبالتالي وجود الزوبلانكتون. دي خرائط صور القمر الصناعي نوع بيبان هنا في اللون الاصفر فوق هي اقل تركيز في وجود النباتات، والجزء الجنوبي بيكون اكثر تركيز للنباتات. طبعا لان الجزء الجنوبي بيتلقى يعني معظم المصارف من الجنوب ومن ناحيه الجنوب الغربي. وفي علاقه طبعا طرديه بين وجود النباتات وبين وجود علاقه عكسيه بين وجود النباتات وبين ارتفاع نسبه الملوحه. الاستنتاج التغير البيئي والجغرافي اللي بيتم رصده في بحيره المنزله نتيجه هذه التعديات بالطبع بيؤثر على نوعيه المياه جوده المياه، وايضا يؤثر على الكائنات التي تعيش فيها. نوعيه المياه او نوعيه المياه بتؤثر على الانتاج، ان هي بدا يظهر الكائنات اللي بتعيش في المياه العذبه بتزيد ويقل كائنات المياه المالحه. الايوتروفيكيشن الايوتروفيكيشن برضه زاد في هذه البحيره وبيؤدي الى التلوث، زياده التلوث العضوي الملحوظ زي وجود التوتال فوسفرس لما رصدناه في الجزء الشمال الغربي، وبالتالي بتقل البايودايفرستي. التوصيات معلومات او قاعده بيانات لابد ان تكون متوفره لكل من الاسماك وجوده مياه هذه البحيره لعمل اداره ورصد دائم لهذه الموارد. استخدام صور اقمار صناعيه بيكون بيدي صوره دقيقه لمتخذي القرار. استخدام الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه لتخزين وعرض وتحليل هذه الكميه الكبيره من البيانات على لارج سكيل او مساحات كبيره. التصدي لعمليات التجفيف والردم لدعم المتبقي من حدود البحيره. تطبيق القوانين لكل من يخالفها. الاهتمام بتطهير البواريز
لان هي المصدر الاساسي للتبادل مياه البحيره مع سطح البحر. ما شاء الله.